سلام. كنت أنا صغيرة طبعاً، التصرفات اللي أنا بعملها بتكون زي مين؟ بتكون زي ماما، ساعات زي بابا. الواحد يبغى أحد كده يتبعه وأحد يتشبه فيه، لسه الشخصية بتتكون. الواحد لما بيكبر طبعاً بتكون بشخصيته المستقلة بناء على اقتباسات من هنا ومن هنا، وبتتكون شخصيته. طبعاً الجينات لها عامل كبير. لما الواحد في مرحلة التأثر بالشخصيات، طبعا الواحد مسألة انه يقلد هذه ما بتصبط، لانه الواحد لما بيقلد تصرفات معينة، لكن مش هو الاصلي. يعني ما يقدر الواحد ياخذ ذبذبات شخص تاني ويكون هو بيها، ما ينفع. كل واحد له ذبذباته والبصمة حقته، فلما حيقلد حتكون بايخة، لأنه ما ينفع واحد مصري يتكلم لبناني، ولا واحد خليجي يتكلم يعني يتكلم مصري. يعني ممكن شوية تزبط مع الحجازي والمصري، أيوة، لأنه في شوية لكنات، بس يعني إجمالا مو حلو الواحد يطلع من شخصيته ويدخل في شخصية تانية، ما بتزبط، ما بتكون الأصلية. فالواحد يعني أفضل شيء يقتبس، لما الواحد زي لما يسافر مثلا يشوف أشياء طيبة أو أشياء طيبة في شخصية معينة، وفي الآخر يبلور شخصيته هو الخاصة، عشان لا تتأثر بالذبذبات وتتلخبط، ما عاد تعرف هو أنت ولا هو الثاني ولا. وفي ناس بيقلدوا حرفيا، فتتلغي هويتهم، تنتهي هويتهم. بس مو هنا المسألة إنه أنا بتشبه بمين وأنا بتبع مين. كنا وإحنا صغار يعني المغنيات والمغنيين والرقص حقهم والجنان، واحد طبعا كبر ووعي وفهم وتعلم إنه حلو إنه يكون الواحد شخصيته المستقلة، اللي ما يقعد هو أعمى كده وما هو فاهم. وإذا يبغى يتبع فيتبع الناس العظيمة المشاهير اللي عبر التاريخ جات، مش المشاهير اللي هم هنا وهنا. يعني بيضيفوا أوكي ممكن للمجتمع، لكن مش هم هدول اللي الواحد يبغى يتبعهم أو يبغى يتمثل فيهم أو يمثلهم. الواحد اللي بيتشبه بحاجة معينة ترى بيروح معاهم، بيكون معاهم بعدين، بعد ما الواحد يروح لربه يكون مع المجموعة دي. فالواحد انت او انت بتكونوا مع اي مجموعة. الواحد ما بينتبع انه يعني مثلا مسألة اليوغا، ما يعني ما كان ينفع اني امشي فيها بيها حرفيا، لازم الواحد يكون عنده وعي. ف اخذت التنفس، بس حتة التنفس، لانه علميا التنفس جدا مهم. الأكسجين للجسم بيحسن الصحة، بيحسن الصحة العقلية كمان، بيعلي هرمون السعادة، بيقدر الواحد يخليه يتحكم في أحاسيسه وردات أفعاله. وأضفت لها اللي هي باعتباري مسلمة البسملة، موجود الكورس على الويب سايت حقي لو أحد مهتم. فالواحد كده يعني يقتبس الأشياء الطيبة، لكن في النهاية بلور شخصيته هو الخاصة بجيناته بوعيه بعقليته. أما يتبع كده بالضبط، ممكن أتبع مشاهير اللي عندي اللي هم الأنبياء اللي يأخذوا العقل بيبينوا لي الطريق، بيضيفوا لي في حياتي، بنسعد لما أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أقرأ عنه، لما أفهم أكثر سيدنا موسى، وأخذهم أمثلة عظات في حياتي، إنه الأشياء اللي مروا فيها اللي عانوا منها مثلا عشان أصبر في وقت معاناة مثلا. يعني هذول هم اللي الواحد يتشبه فيهم. بس أنا ما أعرف، يعني في أشياء كتير أنا بتكلم عن الشخصية، بتكلم عن العبادات، وبرضو العبادات الله بيوحي للشخص، بيقول بيدله. لكن طبعا في خطوط عريضة، وبرضو في التفاصيل دي البسيطة الحلوة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسويها،
الواحد يقتبس برضو من سيدنا يوسف، يعني هدول اللي الواحد ممكن انه يتبعهم وممكن، بس ما في احد زي الثاني، وهذه ميزة من الله سبحانه انه ما في احد زي الثاني، لازم الواحد يفهمها وما يقلد، بلاش تقليد.